الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين وأصدقائي الأطفال وكل من يتابعنا في هذه اللحظة عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان في حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا وإياكم عبر برنامجكم علم ومرح. أجمل التحايا ممزوجة بشذى العود والياسمين نبعثها لكم أيها الأحبة أينما كنتم في هذه الإطلالة وعلى الهواء مباشرة على مدار ساعة ونصف من الزمن نقضيها بصحبتكم، سعداء بتواصلكم معنا ونسعد بسماع أصواتكم الجميلة والرائعة، آملين أن تنال على إعجابكم فقرات برنامجنا المميزة. أكيد أصائل وكل من يتابعنا برنامجنا حافل بالعديد والعديد من الفقرات مثل ما عودناكم أن في كل حلقة راح يكون معنا كذا توليفة من المسابقات الرائعة بالإضافة للمسابقات وأكيد المواهب الموجودة معنا، وما ننسى الأسئلة المتعلقة بشخصية حلقة اليوم. أيضا يا صديقتي أمجاد، نحن عودنا أصدقائنا أن نتناول يوميا أو في كل حلقة شخصية من الشخصيات العمانية التي وضعت بصمة خاصة لها في التاريخ العماني وفي التاريخ الإنساني، وأيضا أصدقائي الصغار تابعونا من الآن حتى نهاية برنامجنا لتستفيدوا من المعلومات التي سنقدمها لكم. أرقامي أجمل أرقام أحسبها دوما بنظام، من واحدها حتى العشرة كعصافير فوق الشجرة، والواحد عصفور جائع، والثاني ذو صوت رائع، والثالثة والرابعة طارة، والخامسة في الجو طوارئ، والسادسة غنى الألحانا، والسابعة صفق فرحانا، والثامنة والتاسعة حطا في غصن وعليه نطا، والعاشر أخبرني سرا حسبنا ستجدنا عشرة. سأكتب حتى يجف القلم نشيد بلادي بأحلى الكلم، أصوغ له من حروف القوافي عقودا بأمثال در نظم. سأكتب حتى إذا أصدقائي عدنا لكم من جديد، والحين أصدقائي خلنا نرحب بالأصدقاء الموجودين معانا في الأستوديو. مثل ما في كل حلقة مثل ما عودناكم أن يكون معانا أصدقاء، واليوم يا أمجاد أصدقائنا من مدرسة المدارس الخاصة المدارس المتحدة الخاصة بولاية سحن. أكيد المدارس المتحدة الخاصة وغيرها من المدارس، طبعا احنا نرحب بجميع من يزورنا وطبعا يشاركنا بفقرات البرنامج خلال ساعة ونص. نبدأ نتعرف على الطفلة الأولى الموجودة معانا. صباح الخير وتعرفينا على اسمك. لما جمال البادي، أنا من مدرسة ذات السلاسل. أهلاً وسهلاً فيك يا المي، تعطينا أقل الصوت اللي جنبك، إيش اسمك يا حلوة؟ اسمي آلاء طلال هلال أغبري من المدارس المتحدة الخاصة. أهلاً ومرحباً فيك، وأنت يا حلوة؟ طيب سالم سيف البساعدية من المدارس المتحدة الخاصة. أهلاً وسهلاً فيك، وأنت يا شاطرة؟ مودة عمر حمد الوهابية من المدارس المتحدة الخاصة. والنعم فيك يا مودة، وأهلا وسهلا فيك، وانت يا حلوة إيش اسمك؟ وفيدة فريد محمد بن حبيب البطاشي في المدارس المتحدة الخاصة الصف الثاني. أهلا وسهلا فيك، وانت يا حلوة؟ نور بنت محمود بنت عبد الله علي أحمد السناني من المدرسة المدارس المتحدة الخاصة. أهلا ومرحبا وسهلا فيك، وانت يا حلوة؟ اسمي ميمونة شبيب بن حمد الهنائي في الصف الثالث في المدارس المتحدة الخاصة. أهلا فيك يا ميمونة، وانت يا شاطرة؟ دانا سليمان حمود المسقل من المدرسة المتحدة الخاصة. أهلا وسهلا فيك يا دانا، تعطيني ناقل الصوت وننتقل لأطفال موجودين معانا في القطار. نبدأ معاك يا حلوة، إيش اسمك؟ لما بتفهد بن مسعود الشبلي. والنعم فيك يا لما، تعطينا قل الصوت للجنبك، إيش اسمك؟ مسنة جمال البادي. عيدي مرة ثانية. مسنة جمال البادي. من أي مدرسة؟ الصحراء الخاصة. أهلا وسهلا فيك، وانت يا شاطر إيش اسمك؟ علي بن صالح بن علي الهنائي
علي بصوت عالي قول اسمك مرة ثانية، شوف على الكاميرا هناك. أيوة علي بن صالح بن علي هناي. والنعم فيك يا علي، تعطينا أقل الصوت اللي جنبك. أيوة يا بطل إيش اسمك؟ الأزوار بن ناصر بن عبد الله بن خلفان والضاحي، مدرسة أحمد بن نعمان الكعبي. أهلاً وسهلاً فيك يا الأزوار. اسمي هلال بن محي الدين بن هلال البوسعيدي من مدرسة المتحدة الخاصة من الصف الثالث. شاطر، وطبعاً أنت اليوم لابس كذا زي العمان الجميل والخنجر صح؟ تحب تلبس الخنجر دائماً؟ نعم. تلبسه في المناسبات صحيح؟ نعم. من شرى لك إياه؟ ها؟ تمام. ما عليه، طبعا احنا اليوم ان شاء الله راح نتناول كذا مجموعه نقول من المسابقات الحلوه والجميله، راح نحاول ان ندردش قدر المستطاع مع الاطفال الموجودين معنا، نتعرف عليهم بشكل اكثر وبشكل اوسع، واكيد نتعرف على مواهبهم الحلوه والجميله. الحين يا اصايل ننتقل للفقره الخارجيه. ايوه يا انجاد، مثل ما خبرنا اصدقائي من بدايه الحلقه ان نتناول شخصيه من الشخصيات العمانيه، نعرض انجازاتها وايضا كيف بدات في هذه الانجازات. أصدقائي الصغار دعونا نتابع هذه الفقرة الخارجية لنتعرف على شخصية الحلقة. سلام ناطر نبعثه لكم أعزائي المشاهدين أصدقائي الأطفال أينما كنتم، ونحييكم بأجمل تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فقرة شخصية الحلقة. أصدقائي، شخصيتنا لهذا اليوم هو فقيه وقاضي من ولاية أدر بمحافظة الداخلية، إنه الشيخ العلامة درويش بن جمعة المحروقي. تعلم على يد صالح بن سعيد الزاملي ومسعود بن رمضان النبهاني، وقد تولى منصب الولاية والقضاء في ولاية أدر زمن الإمام ناصر بن مرشد وسلطان بن سيف. من أشهر مؤلفات الشيخ درويش بن جمعة المحروقي يا أصدقائي هو كتاب التلائل في اللوازم والوسائل، وكتاب جامع التبيان الجامع للأحكام والأديان، ويتضمن مسائلا في الفقه والعبادات. وله كذلك أعزائي كتاب الدرر الفاخرة في كشف علوم الآخرة، وكتاب الفكر والاعتبار وهو في مجال الوعظ والحكمة. هؤلاء هم علماء عمان الذين ضربوا أروع الأمثلة في الاجتهاد وطلب العلم، وأسهموا في المسيرة العلمية لهذا البلد العريق. وإلى اللقاء. الشيخ العلامة درويش بن جمعة المحروقي هو شخصية حلقتنا لليوم، إن شاء الله راح نحاول إن كذا نعطيكم مجموعة من المعلومات الجميلة، وراح نتعرف أكثر عن الشيخ العلامة درويش المحروقي خلال مسابقات وفقرات برنامجنا، وأيضا خلال المعلومات اللي جايبينهم لنا الأصدقاء المشاركين معنا. الحين نروح للمى الشبلية اللي طبعا محضرت لنا كذا نقول نشيد جميل عن الأم، أو قصيدة صح؟ قصيدة؟ أيوة قصيدة عن الأم، أيضا عندها قصيدة عن حب عمان. نروح الحين نسمع لما القصيدة اللي طبعا عن الأم. نروح القصيدة اللي محضرت لنا إياها عن الأم، نروح هناك لما. يلا يا شاطرة لما، أول شي خبري أنت أي صف؟ شوف على الكاميرا. صف الأول. صف الأول، شاطرة في المدرسة؟ أيوة. جاي مع من اليوم يا لما؟ مع أمي. مع أمك؟ وين أمك؟ هناك؟ القصيدة هذه إهداء لماما؟ أيوة. أيوة؟ زين يلا ابدأي. يما يما ترى راحتي في بوطة قدامك، أقدامك اللي على الجنة توديني، يما عسى الله يطولها لأيامك، حسك معي دوم يسندني ويحييني، والله لأرضيك ما عشتي وما دامك يا الغالية، فدوتك عمري مع سنيني، يا ليتني عنك أشيل الآه والآلام،
يا ما تحملتي أوجاعي وشلتيني عسى الفرح دوم خلفك وقدامك، يا ساكنة في وسط قلبي وفي عيني تدللي العظيمة وتلي أحكامك، وأنا لعينك أنفذ ما تأمرينا، وأنا لعينك أنفذ ما تأمرينا وسلامتكم. صح لسانك ونسمع تحية للما، نسمع تحية. شكرا لك يا لما، وان شاء الله كذا نسمع قصيدتك الثانيه في قادم الحلقه. شكرا، تفضلي يا لما. امجاد انا مجهزت لك اليوم مفاجاه. ايش المفاجاه؟ تذكري من زمان لما انت قلتي معلومه؟ ايوه. اليوم انا جهزت المعلومه لك ولاصدقائنا واللي يتابعونا ايضا. حلو يا اصايل، تفضلي. معلومتي هي ان شخصيتنا لليوم هي فقيه وقاض من ولايه ادم بمحافظه سحم. تولى منصب الإمامة والقضاء زمن الإمام ناصر بن مشرد وسلطان بن سيف، وله العديد من الإنجازات. وإيش رأيك بمعلومتي يا أمجاد؟ أكيد طبعاً هو بولاية أدب بمحافظة الداخلية يا أصايل، بس تصحيح المعلومة، وأكيد معلومة جميلة نتمنى أنهم استفادوا منها، وإن شاء الله إحنا يا أصايل راح نحاول نقدم معلومات كذا أكثر وأكثر خلال مسابقاتنا، وخلال أيضاً مثل ما قلت يعني المعلومات اللي محضرينها لنا الأطفال جايين معنا في الاستديو. اكيد الحين نكمل طبعا فقرات برنامج نروح لمكالمه. يلا اصايل تاخذي اول مكالمه معنا في هذا الصباح من يوم السبت. نقول صباح الخير. نقول صباح الخير والسلام عليكم لاول مكالمه. السلام عليكم. من معنا؟ عليكم السلام. اهلا، من معنا؟ عزام. عزام؟ عزام بن إبراهيم بن مبارك الشامسي. أهلا بك يا صديقي عزام، من وين تكلمنا؟ من فنجة. أهلا بك وأهلا بأهالي فنجة. طيب يا عزام، عرفت إيش هي شخصيتنا لليوم؟ نعم. إيش هي الشخصية؟ درويش الجمعة المعروقي. شكرا لك يا صديقي، ونوجه تحية للي معاك ونقول له شكرا على هذه المعلومة. كيف يا صديقي، تريد تفوز؟ نعم. تريد تفوز مع شموخ؟ نعم. انزين الحين ايش رايك نروح نشوف شموخ وش جهزت لنا؟ نعم. يلا نروح. صديقي شموخ تسلم عليك. وعليكم السلام. طيب شموخ مجهز لك سؤال يقول: ذكرنا أن الشيخ درويش بن جمعة المحروقي رحمه الله كان فقيه، فما الصورة التي تدل على ذلك؟ عندك صد صور. يلا يا صديقي الوقت يمر. رقم واحد. رقم واحد وش موجود فيها؟ كتاب. كتاب مكتوب عليه؟ الفقر. الفقه. الفقر. كيف؟ الفقه، صح يا صديقي؟ نعم. نشوف الإجابة صح ولا غلط. والإجابة يا صديقي صحيحة، مبروك عليك 50 ريال عماني. كيف يا صديقي، بتقسمها نص بالنص ولا بتعطيها للي جنبك؟ شكرا. عفوا يا صديقي، مع السلامة. نشكر صديقنا عزام على هذه المكالمة الحلوة والجميلة، واحنا ان شاء الله اليوم معانا كذا مجموعة من المواهب، مثل امس كان يعني معانا مجموعة من المواهب وكان الاستديو كذا مليان بالاطفال المشاركين معانا، ايضا اليوم مثل ما تشوفوا كذا معانا نقول مجموعة من الاطفال جاينا ايضا من اكثر من مدرسة، وان شاء الله احنا راح نتعرف على مواهبهم ان شاء الله خلال الحلقة. نروح لموهبة الحين. تمام، نروح لرفيدة. وين رفيدة؟ يلا يا رفيدة عندك قصيدة؟ تفضلي يا رفيدة روحي هناك. أمي هي التي حملتني في بطنها 9 أشهر وتحملت آلام وضعي وقامت بإرضاعي من لبنها حتى
حتى تم فطامي، ثم تولت رعايتي وتربيتي وإعداد طعامي، وطالما سهرت الليالي من أجلي، وحرمت نفسها مما تحبه لتطعمني وتسقيني، وما زالت هي التي تغمرني بحبها وعطفها وتوفر لي كل ما يوفر لي الهناء والسعادة. اللهم احفظ لي أمي. شكرا لك، يصح لسانك. اسمع تحية لرفيدة، اسمع تحية كبيرة لرفيدة. شكرا لك يا رفيدة. عندك قصيدة ثانية ولا بس هذه؟ قصيدة ثانية؟ إن شاء الله في قادم الحلقة تقدمي لنا هذه القصيدة. روح الحين لمكالمة. لا؟ عصافير، من اللي جايب العصافير؟ ها؟ أنتِ؟ يلا، أعطيني ناقل الصوت يا شاطر. أيوه. شكرا لك، نروح نشوف العصافير اللي عندك، قومي. يلا يا شاطرة، المي اسمك صح؟ المي تمسكي ناقل الصوت بس، تخبريني يا المي أنتِ بأي صف؟ الصف الرابع. الصف الرابع الأساسي. المية طبعا أنا أشوف معاك كذا هذه العصافير الحلوة والجميلة. عندك هواية تربية العصافير؟ نعم. أيوة. متى شريتي هذه العصافير؟ هذا ما مشترينها لأن مربيات في البيت. مربيات في البيت، يعني كانت عندكم من زمان صحيح؟ حلو، يعني ما شاء الله كذا ألوانهم حلوة وجميلة. عندك عصافير ثانية؟ نعم. إنزين، تعطيني كذا معلومات عن العصافير اللي يعني مثلا يحب إنه أو يريد إنه يشتري عصافير جديدة، إيش تقولي؟ تعالي هنا، تعالي، إيش تقولي لهم؟ تعطيهم نصائح بس عشان يحافظوا عليهم ويعتنوا فيهم. إنه لازم في الصيف ما يخلوهم في مكان يعني وايد شديد حر، ولازم يشغلونهم كيف يبدلونهم المي والأكل. أما في الشتاء يخلوهم داخل المنازل ليس في الخارج، لأن سوف يموتوا لأن البرد شديد. يعني في نكون خليهم كذا نقول في جو معتدل صحيح؟ نعم. إيش الأكل اللي يأكلوا العصافير؟ يأكلوا حبوب من القمح. حبوب من القمح، تمام. تشيلي هذه العصافير معاكي مثلا عند أصدقائك أو تراويهم إياها؟ ها؟ نعم. تمام. إيش إيش العصافير اللي دائما تحبي إنك تربيها؟ يعني في أنواع مختلفة من العصافير؟ نعم. إيش الأنواع؟ أحب هذا الكناري وأحب الببغاوات. الكناري والببغاوات. عندك ببغاء في البيت؟ نعم. إيش لونه؟ عندنا اثنين كبار لونهن رصاصي والبقية غير لونهن صغار لكن حلو. المي تربي عندك حيوانات أخرى في البيت؟ نعم. إيش من الحيوانات اللي عندك في البيت؟ الدجاجة والسلاحف. السلاحف، عندها سلاحف. حلوين السلاحف. أيوة. كائنات حلوة ورقيقة. الصغار ولا كبيرة تكبر؟ صغار. صغار بس بعدين تكبر. أنا صديقتي كان عندها سلحفاة صغيرة بس مع الأيام صارت كبيرة، يعني تربوها في البيت صح؟ نعم. لا ما كريت. تمام. بالنسبة للعصافير في مواسم معروفة لهم مثلا؟ نعم. في الصيف يزيدن وبس يزيدن يعني وايد في الصيف، فعشان كذي لازم ما حد يصير يبي يصيدهن عشان يبيعن في الشتاء، يعني تكاثرن في الصيف صحيح؟ نعم. انا اشوف حلقه في العصفور، ايش هذيك الحلقه اللي في رجله؟ هذه الحلقه ان البايع او المزرعه يحطوا هذه الحلقه عشان يخبرونا متى مولود، يعني في اي سنه مولود وشو يعني شو نوعه. ايوه علامه. طيب بالعصافير تمرض ولا لا؟ نعم، اذا في يعني اشياء تحطوا لهم اكل ما زين ما تحافظوا عليهم بيمرضن، يعني ممكن بعدين مثلا نوديهم عند طبيب بيطري او شيء. نعم. أها، ويعطيهم العلاج صحيح؟ وينفع تسوي لهم في البيت أدوية منها نفس البيض وتشتروا دواء شوية صغير لونه أحمر تحطوه في البيض. حلو، معلومات حلوة وجميلة، يعني ما شاء الله هي عندها هذه المعلومات الحلوة وعن العصافير وكذا، يعني ثقفتنا شوية. يمكن إحنا معانا حيوانات في البيت بس ما نعرف كيف إن نتعامل معاهم، خصيصا اللي عندهم كذا نقول شغف إنهم يشتروا الأسماك ويشتروا السلاحف والأشياء، لازم يكون عندهم كذا معلومات، وأكيد يعني هم راح يكتسبوا خبرة من خلال تربية هذه الطيور أو تربية الحيوانات. شكرا لك المي، نسمع تحية للمي. شكرا.
أرجع مكاني أنا بعد هذه الفقرة الحلوة والجميلة. أكيد استمتعت معك يا المي ومع عصافيرك الحلوة والجميلة. بغيت أسألك سؤال يا أمجاد، أنت تربي العصافير؟ والله أنا ما يعني ما عندي حيوانات كذا أليفة في البيت. نحن عندنا مجموعة كبيرة من الطيور موجودة معنا في البيت، أختي وأمي الله يحفظهم يحبوا يربوا الطيور جدا، لأنها يقولوا كائنات رقيقة، وخاصة لما يكون الصبح ونسمع صوتهم يكون صوتها رائع، وايضا الاعتناء بها تعطي للطفل يعني رقه، وانه او تحسسنا ايضا تدرب الطفل على انه يتحمل مسؤوليه، انه في وقت معين هو لازم يعطيهم الاكل ولازم ثاني يبدل الماي او كذا، فيلتزم بتوقيت معين وحل النظام. اكيد، ويتعلمنا النظام، تعلمنا ايضا المسؤوليه، وحل احنا نربي هذه الحيوانات، بس اهم شيء انه نكون نعرف كيف نتعامل معهم. ان شاء الله انا يمكن اشتري سمكه ولا شيء. ان شاء الله. اما الحين يا امجاد راح نروح لثاني مكالمة ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا صديقتي، من معنا؟ معك منى بنت معمر الشنفري. هلا بك يا منى، من وين تكلمينا؟ من ولاية السيب. هلا بك يا منى وهلا أهالي ولاية السيب. بغيت أسألك يا منى، تربي طيور ولا نوع من أنواع الحيوانات؟ ايوه بس ارانب. ارانب؟ تحبي الارانب وايد؟ ايوه. تبي يوم من الايام تجي وانت جايبه معك ارانبك وتراوينا اياهم؟ ايوه ان شاء الله. ان شاء الله. الحين ايش رايك نروح لشموخ؟ يلا خلينا نروح لها. نروح لشموخ نشوف السؤال اللي جهزته شموخ. رقم واحد راحت يا صديقتي، سؤالك يقول: ذكرنا أن الشيخ درويش بن جمعة المحروقي كان قاضيا، فما الصورة التي تشير إلى هذه المهنة؟ رقم اثنين. إيش موجود في الصورة رقم اثنين؟ القضاء. أيوة، أداة من أدوات القاضي، صح؟ صح. نشوف شموخ إيش تقول، إجابة صح ولا غلط؟ بارك الله فيك، مبروك عليك 50 ريال عماني يا صديقتي، ونتمنى لجميع أصدقائنا أنهم يفوزوا. شكرا لك يا صديقتي. شكرا صديقتنا على هذه المكالمة، مثل ما قلت نتمنى أن كلهم كذا يفوزوا معنا ويشاركونا، والهدف الرئيسي في هذا البرنامج أن نوصل لهم المعلومة الحلوة والجميلة خلال المسابقات والفقرات اللي دائما نعرضها بين الحين والآخر. روح لمزنة الحبوبة، جايبت لنا قصة صح يا مزنة؟ تعطيها ناقل الصوت. يلا تفضلي تفضلي يا مزنة. يلا يا مزنة، أول شيء تخبرين أنت بأي صف؟ أول. مسكي ناقل الصوت يا مزنة كذا. أول. صف الأول. أول كم؟ أول إيه. أول إيه؟ تحبي المدرسة؟ شاطرة فيها؟ إيش المواد اللي تحبيها؟ العربي. تحبي العربي؟ عشان كذا كنت جايبت لنا قصة صحيح؟ إيش عنوان القصة يا مزنة؟ الغزال الصغير. الغزال الصغير، عن إيش تتكلم هذه القصة؟ تتكلم عن الغزال؟ قصة الغزال؟ تقرأي لنا إياها؟ يلا تفضلي. هذه القصة، قصة الغزال الصغير، يلا نبدأ معاك يا مزنة. غابة خضراء، سماء صافية، زرقاء، وفراشة جميلة تزين بلونها بالضياع. تزين بلونها البدايع لوحدة. أروح أنت أنا أساعدها. الكون الفانية. وين تقرأ أنت في أي سطر؟ أيوة الفانية. لذا لذا نظر إليها الغزال الصغير معجبا فأخذ
يداعبها يداعبها ويلاعبها ويلاعبها وتخلف عن أصدقائه وأصحابه وأصبح وحيدا في هذه الغابة. شكرا لك يا مزنة على هذه القراءة الحلوة والجميلة، ما شاء الله عليها في الصف الأول، لكن بعدها كذا عندها نقول الحب والشغف في القراءة. أرجع مكاني للحين. مزنة، تحبي تقرأي القصص؟ إيش من القصص اللي تحبي تقرأيها؟ رفعي ناقل الصوت. العربي. القصص العربية؟ عن إيش زين تتكلم غير الغزال الصغير؟ إيش قريتي؟ تقرأي قصص الأنبياء يا مزنة؟ لا. لا؟ بس قصص الحيوانات تحبين؟ أيوة يا مزنة؟ تمام، شاطرة يا مزنة، حلو، حلو إن احنا نقرأ أكيد ونمارس هذه الهواية الجميلة والرائعة اللي طبعاً تعلمنا أكثر، نقول الكلمات، المفردات العربية واللغوية، احنا نتعلم ويصير معانا كذا في النهاية نقول رصيد من الكلمات الحلوة والجميلة، لبدأ تعدل شعرها يا لما. نروح لهلال، صح؟ اسمك هلال؟ ايوه. يلا يا شاطر، انت عندك قصيده؟ تفضل. ايوه، شوف على ناقل الصوت او شوف على الكاميرا عفوا. يلا يا هلال، تعطينا القصيده. كتب الزمان على الجبين دروسا، وغدت عمان بهيه وعروسا، تاج العروبة والسلام وفخرنا، يا رب يا رب احفظه لنا قابوسا، ملك القلوب وعهدنا ودماؤنا في الروح، ذاك ولاؤنا محسوسا، قاد المسيرة والأمان لشعبه، حمل الرخاء بكفه ناقوسا، قابوس قابوس أنت الوعد فخرا خالدا، وعمان تشرق نهضة وشموسا، بين النجوم وذاك مجد سمائه، ركب العلا والعالمين جلوسا، وغدا الأمان بعهده محروسا، ومضى ومضى بنهج لا نظير لنهجه، غصن السلام بأرضنا مغروسا، نال الوسام وقمة نزهو بها، رجل السلام وقد درته كؤوسا، قابوس قابوس فخر المجد حسبك سيدا، لك في الكياسة منبرا وطقوسا، رايات مجدك رفرفت بسمائها، يفداك منا مهجة ونفوسا. صح لسانك يا هلال، نسمع تحية كبيرة يا هلال. الله يحفظ السلطان وبابا قابوس ويحفظ كل من على هذه الأرض الطيبة وكل من على عمان الحبيبة. شكرا لك يا هلال، تعطينا أقل الصوت يا مزنة توصيل إياه. أيوة يلا أعطونا أقل الصوت. زين بسأل السؤال شوية قبل الفاصل، تعطونا أقل الصوت وصلوا لي إياه. أيوة هلال، تحفظ القصائد الوطنية بس ولا في قصائد أخرى تحب أنك تحفظها؟ اجلس يا علي عشان أشوفه. ها، أحب القصائد الوطنية. القصائد الوطنية تحب صح؟ من وين تتعلمها؟ من وين تسمعها؟ من اللي يعلمك؟ أمي. أمك تعلمك؟ نعم. تمام، تحية لأمك وكل من يتابعنا وكل من علمك. تحب أيضا بس القصائد الوطنية صح؟ حي وحي. تشارك في الإذاعة المدرسية؟ نعم. تشارك بالقصائد وتقدم بعد؟ أشارك بالقصائد. تشارك بالقصائد. علي شكله مستعجل وحاب إنه يقول قصيدته، بس إحنا خلينا نطلع فاصل. زين يا علي؟ زين يا علي؟ تمام، يلا يا صاحبي نطلع فاصل. طيب أصدقائي الصغار، الحين رايحين على فاصل كذي صغير وراجعين لكم نستعرض ونستكمل بقية المواهب، لا تروحوا بعيد وخلوكم ويانا. سلام ناطر نبعثه لكم أعزائي المشاهدين، أصدقائي الأطفال أينما كنتم، ونحييكم بأجمل تحية.
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فقرة شخصية الحلقة. أصدقائي، شخصيتنا لهذا اليوم هو فقيه وقاضي من ولاية أدر بمحافظة الداخلية، إنه الشيخ العلامة درويش بن جمعة المحروقي. تعلم على يد صالح بن سعيد الزاملي ومسعود بن رمضان النبهاني، وقد تولى منصب الولاية والقضاء في ولاية أدر زمن الإمام ناصر بن مرشد وسلطان بن سيف. من أشهر مؤلفات الشيخ درويش بن جمعة المحروقي يا أصدقائي هو كتاب التلائل في اللوازم والوسائل، وكتاب جامع التبيان الجامع للأحكام والأديان، ويتضمن مسائلا في الفقه والعبادات. وله كذلك أعزائي كتاب الدرر الفاخرة في كشف علوم الآخرة، وكتاب الفكر والاعتبار وهو في مجال الوعظ والحكمة. هؤلاء هم علماء عمان الذين ضربوا أروع الأمثلة في الاجتهاد وطلب العلم، وأسهموا في المسيرة العلمية لهذا البلد العريق. وإلى اللقاء. لكم أصدقائي من بعد هذه الشخصية واللي هي العلامة درويش بن جمعة المحروقي، ونتمنى أنكم استفدتوا من هذه المعلومات اللي قدمناها لكم، ولكن نحن مستمرين في طرح المعلومات الرائعة التي نتمنى أنكم تستفيدوا منها. والحين يا أمجاد يا أصدقائي خلنا ناخذ مكالمة ونتعرف على صديقنا الثالث. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا، من معنا؟ من معنا؟ ميساء. هلا بك يا ميساء، شخبارك يا ميساء؟ الحمد لله بخير. ميساء ولا ميساء؟ ميساء. هلا بك يا صديقتي ميساء، والسموحة منك. كيفك يا ميساء؟ الحمد لله بخير، اخبارك انت؟ الحمد لله تمام، ونحن نحمد ربنا على هذه النعمة، ونتمنى لكل أصدقائنا كل الصحة وكل العافية. يا صديقتي، عرفتي ايش هي شخصيتنا لليوم؟ الحين طرحتها. أيوة. ايش هي؟ درويش بن جمعة المحروقي. صحيح، تعرفي عنها معلومة؟ ها؟ تعرفي معلومة ولا نروح نشوف شموخ ايش المعلومة اللي بتجهز لنا اياها؟ نشوف شموخ. نشوف شموخ، يلا نروح نشوف شموخ. شموخ تعطيك معلومة بس بشكل لغز، واكيد انت راح تعرفي الاجابة، صحيح؟ ايوه. شموخ تقول لك ما هو الكتاب الذي ألفه الشيخ درويش بن جمعة المحروقي؟ عندك ست كتب. ستة كتب. جامع التبيان. جامع التبيان رقم خمسة؟ خمسة. متأكدة؟ أيوة. أيوة. لكن أنا أحس إنه رقم واحد، إيش رأيك؟ خمسة ولا واحد؟ واحد. واحد؟ خلاص نثبت؟ أيوة. والإجابة صحيحة، ومبروك عليك يا صديقتي 50 ريال عماني. نسمع لك أكبر تحية. نشكر صديقتنا على هذه المكالمة، نشكر أكيد ميساء على مكالمتها الحلوة والجميلة، وعلى إثراءها طبعا لبرنامجنا بالمعلومة اللي قالتها، وإحنا دائما نأكد هذه المعلومات عشان ترسخ في أذهانكم. نروح الحين لموهبة، نروح لطيف. وين طيف؟ يلا يا طيف، عندك نشيد أو قصيدة؟ تروحي هناك يا طيف. يلا يلا يا شاطرة، يلا يا طيف، شوف على الكاميرا وقولي قصيدة. نذكر حروفها عمان، يهز كل شعرها بكلمة يا هلا، قابوس لك الود يا رمز الحنان، لك من ابنائك حب وخلاص ووفا، نرددها كل يوم يا رب احفظ لنا السلطان، يا رب ملء الكون كله والسماء، وننثر لك الورد بكل مكان، ونهدي لك حروف وسطور من أشعارنا، يكفينا نعيش دوم بأمن وأمان، ويكفي إنك باني عمان مزدها، أبي قابوس نوعدك نبني عمان، ونختلف عن باقي الدول في شعبه.
شكرا لك وصح لسانك، تسمع تحية لها. طبعا قبل لا ما انسى احنا حابين نوجه كلمه شكر للاستاذه مريم القمشوعي من مدرسه التفوق للتعليم الاساسي، طبعا شكر لها على تعاونها معنا في انتاج التقارير الخارجيه، شكرا لك يا استاذه مريم. صحيح يا امجاد، نحن نشكر جميع المعلمات وجميع اولياء الامور لمساعدتهم في اظهار المعلومه وتنميه مواهب الصغار. صحيح. والحين ايش رايك ناخذ مكالمه؟ يلا ناخذ مكالمه. نروح ناخذ مكالمه ونقول يا هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، من معنا؟ اميمه بنت نصر بن حمود الهنائيه. والنعم بك يا اميمه، هلا بك يا اميمه، من وين تكلمينا؟ من ولايه سيب. هلا بك يا أميمة. يا أميمة إيش هي مواهبك؟ عندك مواهب؟ نعم. إيش هي مواهبك؟ الرسم والإنشاد. يعني تحبي أنت ترسمي صح؟ أيوة. طيب عندك نشيد كذي حابة تقدمي لنا إياه؟ أيوة. تفضلي. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائما ترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات للجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وترتقي الأكوان، يا حامل القرآن. شكرا لك يا صديقتي أميمة، نحيي هذه الموهبة الرائعة وهذا الصوت الجميل، وتستاهل تحية صح؟ شكرا. عفوا، نتمنى يوم من الايام يا صديقتي تجي معنا البرنامج وتنشدي لنا انشوده ثانيه وايضا تراوينا رسماتك الرائعه ان شاء الله. انا قال لي اروح البرنامج، يعني انت يالك تجي معنا. شكرا لك يا صديقتي، بس انت من وين يا صديقتي مره ثانيه؟ من وين؟ صديقتي أميمة من وين تكلمينا؟ من ولايه السيب. اها، يعني انت يالك تجي معنا برنامج الخاض. اها، والله موهبتك وايد حلوه ورائعه، ونحن نتمنى ان دائما نتصل بك عشان تشاركينا مره ثانيه ومره غيرها، لان موهبتك رائعه وعندك صوت رائع. ايش رايك يا صديقتي الحين نروح نشوف شموخ؟ زين، يلا نروح نشوف شموخ. يلا. شموخ، مجهزت لك سؤال، وسؤالك يقول من كتب الشيخ درويش بن جمعة المحروقي فما هو؟ رقم واحد راحت. صورة، رقم واحد راحت، عندك من الحين من 2 إلى 6. رقم 5. ايش مكتوب في رقم 5؟ هاي يا صديقتي، جامع. جامع ايش يا صديقتي؟ التبيان. البيان. التبيان صح؟ وبارك الله فيك يا صديقتي، واجابتك صحيحه ومبروك عليك 50 ريال عماني، نسمع لها تحيه ثانيه. شكرا لك يا صديقتي. نشكر أميمة على مكالمتها ونكمل مواهبنا الموجوده معانا في الاستديو، وين نروح الحين؟ روح لدانا؟ لا آلاء، وين آلاء؟ يلا يا آلاء، دانا راح نرجع لك إن شاء الله، إيش عندك يا آلاء؟ قصيدة؟ قصة يا آلاء؟ يلا، روح هناك يا آلاء تقولي لنا قصتك؟ يلا يا شاطرة. راح أرجع لك إن شاء الله يا دانا. يلا يا آلاء.
قصة حصالة الخير. حصالة الخير سلمى طالبة متفوقة وهادئة، دائما ما تكون حريصة على عمل الخير. عادت يوما من مدرستها وقابلت أباها وقالت له: يا أبي، أنا لي صديقة فقيرة لا تجد ما تصرفه لأن مصروفها قليل، أحبها جدا ولا تقبل من أي أحد أن يساعدها، وأنا أحبها وأريد مساعدتها، ولكن كيف؟ لا أدري. قال الأب: هذا شعور طيب منك يا سلمى. واحتضن سلمى وقال: أنا أحبك يا سلمى. ثم ساعدها أباها وقاموا بعمل جميل. حلو، شكرا لك يا آلاء. هذه هي قصة حصالة الخير. نسمع تحية لآلاء. يلا نشكر آلاء، وحلو ان احنا نقدم النصائح التوعوية من خلال القصص القصيرة. ما نطول في القصة، ولكن في النهاية احنا نبعث رسالة لكل من يستمع لهذه القصة. شكرا لك يا آلاء. نلاحظ يا أمجاد أن نحن لما ناخذ القصة أكيد في النهاية تكون منها عبرة، وما شاء الله كيف لما تكون طفلة صغيرة تعطينا قصة في النهاية ناخذ منها عبرة نستفيد منها نحن، وأيضا يستفيد منها أصدقائنا الأطفال، خاصة أن الطفل يحب يسمع من أصدقاء أكثر من اللي أكبر منه. صحيح، بالفعل إحنا نتعلم، أكيد التعلم بالأقران هي وسيلة يعني أكيد فعالة في التعلم، أنهم يجلسوا وكل حد يقول قصة، يقول شيء مر في حياته، في النهاية كذا يأخذوا من عندهم المعلومة، من خلال السوالف يطلعوا بشيء حلو. نروح لموهبة ثانية. نروح لمن؟ ندانة. روح لدانا. دانا ايش عندك؟ شعر تروح هناك يا دانا. يلا يلا يا دانا، لابسه اللبس الحلو، تفضلي يا دانا. تحت الظلال تهافتوا نحو العلا، طلاب علم انجزوا الناموسا، ومعلم نسج العلوم بنولة ومنارة أمست لنا فانوسا، وصقور جو والبحار أسودها، قسم اليمين ولاؤهم مغروسا، وجنود جيشك ها هنا أرواحهم عدها دروعا والدماء تروسا، ورجال شرطة مجدوها في عزة، وغدا الأمان بعهدكم مغروسا. بشراك بشراك نمضي خلف اسمك قائدا لك رافعين رؤوسا، هتف الولاء بأرضنا وسماؤنا، يا رب يا رب احفظه لنا قابوسا. الله يحفظ ان شاء الله بابا قابوس ويحفظ عمان. نسمع تحية لدانا. شكرا لك يا دانا. اكمل المواهب، خلونا نروح عند علي، لان علي من بدايه الحلقه هو متحمس وريد يشارك. عطوه المايك، وصل المايك. علي كيف حالك؟ بخير. شو اخبارك علي؟ بخير. صف اول؟ صف ثاني. صف الثاني، اكبر من مزنه صح؟ قالوا لي اول. انا ها اول ولا ثاني؟ صف الاول. اها تمام تمام يا علي. ايش موهبتك يا علي؟ ايش موهبتك؟ ايش تحب تسوي لما تكون فاضية علي؟ ما خلاص خلصت مذاكرة وشفت تلفزيون وخلص، ايش تحب انك تسوي؟ تقرأ قصص؟ تلعب كورة؟ تحب تلعب كورة مع اصدقائك؟ تلعب مع اخوانك؟ لا كلهم يحبوا يلعبوا كورة. تمام علي، ايش راح تقدم لنا اليوم؟ عندك قصيدة؟ شعر نفسها قصيدة. يلا نروح هناك يا علي، نروح عندك، حط الميكروفون أعطيني إياه. أيوة روح هناك يا علي. تمام يا علي، يلا تفضل يا علي. ركبنا البحر ركبنا البحر وحنا أهله، مرينا على الشيطان ونقشنا عمان، بي ديرة كنا نمر بها، وصلنا تراب أمريكا بعهد سعيد بن سلطان، من حب البحر أطفالنا تسمع قواربها، وحنا أهل نخيل الباسقات وعقدها الربيان، ورثنا حبها منها نعيش وناكل رطبها، وحنا أهل الصحاري الصحاري للبستان، تحت شمس الظهيرة نستريح ونستظلبها، وأنا رعيت سمحة وانا رعيت شظبيان،
وسمحة تروي حلوق النشامة يوم تحلبها. عمانيين عمانيين، حب الأرض عز الدار والسلطان، ثلاث من طفلنا يترك حليب أمه ويشربها. الله صح لسانك يا علي، اسمع تحية كبيرة لعلي. اليوم ما شاء الله كلهم كذا قصائد وطنية، قصائد حلوة وجميلة، كلها تتحدث عن الأم وتتحدث أيضا عن الوطن وحب السلطان. وين مودة؟ ها؟ مودة عندك قصيدة؟ ها؟ عندك قصة؟ زين تروحي هناك تقولي قصتك يا مودة؟ يلا يا مودة. مودة؟ مودة؟ أنت بأي صف؟ أول. شوفي على الكاميرا، شوفي عناق الصوت، بالصف الأول؟ نعم. بالصف الأول؟ نعم. شاطرة في المدرسة يا مودة؟ نعم. إيش المواد اللي تحبيها يا مودة؟ مواهب الرسم وقراءة القصص وكتب القصائد وقراءتها. تكتبي قصائد يا مودة؟ إيش من القصائد اللي كتبتيها؟ من العيسري. كتبتي قصيدة صحيح؟ نعم. للشيخ العيسري، من قصائد الشيخ العيسري. حلو حلو، بالفعل احنا ناخذ هذه القصائد الحلوة والجميلة. بالفعل عندهم قصائد حلوة وقصائد كذا كلها تتحدث عن حب الوطن والسلطان، خصيصا احنا يعني دائما يكون عندنا مناسبات وطنية، العيد الوطني، يوم النهضة وغيرها من المناسبات، فأكيد لازم يكون معانا كذا نقول رصيد من القصائد ورصيد من الأناشيد الحلوة والجميلة اللي دائما نتغنى بها أثناء هذه المناسبات وحتى في الأيام العادية. صحيح يا أمجاد، بس أنا بغيت أسألك سؤال، دائما هالسؤال يجي على بالي. تفضلي يا أصحاب. أنت إيش موهبتك؟ أنا أحب أقرأ القصص شوية والروايات. تحبي تقرأ القصص؟ طيب أنا أخبرك عن مواهبي. من أصدقائنا خذيت مواهب عديدة، يعني في كان عندي أشياء ما كنت أعرفها من قبل، بس مثل ما خبرتك أصدقائي وايد علموني أشياء، ومنها إلقاء القصائد، والحين نشوف صديقتنا لما تلقي القصيدة. يلا تفضلي. هدية العيد، لقد نسيت هدية العيد لبابا وماما، لكن عندي فكرة جميلة، سأستحم لأصبح نظيفة، سأرتدي فستان الأبيض وحذاء العيد الجديد، سأمشط شعري وأتعطر بعطر الياسمين، سأفصل من ورق الألوان ثيابي وألصقه حولي بشريط لاصق، وسأكتب على بطاقة وردية إلى بابا وماما أحلى حلوين، وأهدي نفسي إلى بابا وماما، هند هي أحلى هدية. هند هي أحلى هدية، صحيح يا هند، وشكرا لك. عندك شعر أو قصيدة؟ لا. عندك قصيدة؟ عندي قصيدة. طيب شو رأيك يا أمجاد نسمع قصيدة؟ تفضلي يلا قولي قصيدتك. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وحسبك من جهل وسوء صنيعة، معاداة ذي القربة وإن قيل قاطع، الخير خير وإن طال الزمان به، والشر أبخذ ما أوعيت من زادي، إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه، شكى الفقر أو لام الصديق فأكثر. شكرا لك يا شاطرة، نسمع تحية لها. حيوها. نشكرك يا مودة على هذه القصيدة وأيضا على هذه القصة. الغير نوم الليل جافنا فايق
فقد الأم محروم من لذة حنانه. سأكتب حتى يجف القلم نشيدا بلادي. احفظ إن شاء الله أمهاتنا وأمهات المسلمين وكل من يتابعنا في هذه اللحظة عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان. نروح الحين لميمونة. كيف حالك يا ميمونة؟ كيف صحتك؟ خير. أي صف يا ميمونة؟ الصف الثالث. الصف الثالث؟ تمام يا ميمونة، أكبر منهم هي. ميمونة، إيش المواد اللي تحبيها؟ العربي والإنجليش. العربي والإنجليزي. طيب شو شو هواياتك؟ الخياطة والصناعة اليدوية والإلقاء. الخياطة والصناعة اليدوية. والصناعة اليدوية والإلقاء. حلو. إيش الموهبة اللي دائما تتم فيها، الخياطة ولا الصناعة اليدوية ولا الإلقاء؟ الصناعة اليدوية. الصناعة اليدوية، عشان كذا كنت جبتي لنا هذا الصندوق اللي فيه بعض الصناعات اللي سويتيها، صحيح؟ نروح نشوفها. يلا يا ميمونة، يلا أروح معك يا ميمونة. اليوم كلهم لابسين الملابس العمانية الجميلة. أيوة، ملابس رائعة جدا. شدني هذا الشيء. تمام يا ميمونة، ما شاء الله عندك كذا مجموعة من الصناعات. أيوة يا ميمونة، تحفينا عنها. أول شيء إيش هذه الموجودة عندك؟ هذه مقلمة. هذه مقلمة؟ إنزين، تمام. هذه مقلمة، كيف صنعتي هالمقلمة؟ خبرينا إيش استخدمتي؟ استخدمت الصوف هذا القماش وخيط. خيطتيها بروحك؟ أها، وإيش كاتبة فيها؟ اسمي، اسم صفي. اسم صفك، وهنا إيش كاتبة؟ المنومة، راح صح؟ تمام، كيف صممتيها هذه؟ إيش سويتي فيها؟ خبرينا. حطيت هنا فلين وبعدين زينتها وكتبت هنا على المنومة. حطيت الفلين وبعدين زينتيها وكتبتي على المنومة، راح هذا هي كاتبة. أيوة، هذه هي كاتبة علم ومرح، كأنه فريم لصورة، صحيح؟ حلو، تمام. أيضا إيش جايبت لنا؟ هاي ميمونة، هذه حتى أحط فيها الأقلام. هذه علبة للأقلام، صحيح؟ هذه هي علبة عادية يمكن؟ أيوة، وحطيتي فيها هذا الصوف ولزقتي فيها هذه الدوائر، إيش يسموها هذه؟ الزينة. الزينة؟ تمام، وحطيتي فيها بعد قلم اللون الأحمر، حلو اللون الأحمر، جميل. عندك هنا ايضا شيء، ايش هذا عشان لا خربه؟ ايوه، ايش هذا؟ هذا صندوق احط فيه الاشياء. صندوق تحط فيه الاشياء، ايش استخدمتي هنا؟ ايش الاعواد؟ الاعواد الاعواد حطب الملونه. اها، كانها اعواد الايس كريم، صح؟ ولونتيها، ايش الالوان اللي استخدمتيها؟ مائيه؟ الألوان المائية، وبعدين جبت الفلين وحطيت فيه، وكأنه حطه شكله كأنه في بركة أو حديقة، صحيح؟ حلو، تستخدميهن الأشياء اللي تسوين تستخدميهن. أيوه. تحط فيهن أغراضك. حلو، بعد إيش جايبت لنا؟ هذه حاملة الدبابيس. حاملة الدبابيس، شكلها حلو، تشرحي لنا كيف سويتيها؟ أول شيء خيطت هذا القلب ودخلت قطن وزينته وحطيت الدبابيس. زينتي وحطيت الدبابيس، ايوه هذا هو واضح على الشاشه مثل ما تشوفوا، يعني صنعته بروحها، ادوات بسيطه في المنزل بس خيطتهم كذا وحطتهم لنا، وبالفعل يعني يصنعوا من لا شيء شيء مفيد. هنا في حقيبه كانها. حلو، هذه حقيبه جلديه، تمام، تشرحي لنا. أول شيء خيطها من داخل وكسفتها، بعدين سويت لها المقبض وزينتها. وزينتيها بهذا الخرز الحلو والجميل، وأيضا بالوردة الموجودة هنا. شاركت في مسابقات تنمي موهبتك؟ وين المسابقات اللي شاركت فيها؟ في أنا أصنع في البيت هذيل الأشياء. تصنعيهم في البيت، وشاركت في المدرسة في مسابقة؟ لا. لا؟ طيب إنزين، تصنعي هدية مثلا لأصدقائك، صديقاتك كذا اللي عندهم مثلا عيد ميلاد، تصنعي لهم هدية من صنع يدينك؟ لا. ما تصنعي لهم؟ ليش؟ زين، أنا أريد شنطة نفس هذه، تسوي لي؟ تسوي لي؟ ها، أصايل تسوي لك شنطة. خلاص، تسوي لنا شنطة، تسوي لنا شنطة. تمام، تعلمينا يكون أحسن. أيوه، بعد بتعلمينا؟ تعلميني كيف نصنع؟ حلو، تمام. زين، خبريني ايش حابة انك تكوني في المستقبل؟ طبيبة. حابة انك تكوني طبيبة، الله يوفقك ان شاء الله يا ميمونة. نسمع تحية لميمونة، حيوها. هذه هدية حالكم. ايش هذه؟ هدية حالكم. شكرا لك يا ميمونة، هذه هدية للبرنامج مقدمة من ميمونة، هدية جميلة ورائعة، تشكري عليها يا ميمونة، الله يعطيك الصحة والعافية، وأكيد هذه راح تكون ذكرى معانا. ايش رأيك تخليها في الطاولة عندك؟ أيوة دائما نخليها. يلا حلو،
شكرا لك يا ميمونة. يلا يا أصاير خذيها وخليها عندك في الطاولة، دائما راح نشوفها ونتذكر صديقتنا ميمونة. طيب يا أصدقائي، والحين نروح مكالمة ونقول السلام عليكم. من معنا؟ السلام عليكم. عليك السلام. من معانا؟ وعليك السلام. من معانا يا صديقتي؟ بيان عبد الله مرهون نبهاني. بيان؟ أيوة. لو سمحتي بس يا صديقتي بيان، اكسر شوية على التلفزيون واسمعينا من الهاتف، طيب؟ إن شاء الله. إن شاء الله، يلا نحن في انتظارك. كيفك يا صديقتي بيان؟ شو أخبارك؟ بخير. وين رحتي يا بيان في الإجازة؟ رحتي مكان؟ نزوة. رحتي نزوة؟ أيوة. وش شفتي في نزوة؟ وين تمشيتي بالضبط؟ بيت أهلي. سلمتي على أهلك؟ أيوة. جميل جدا يا أمجاد إن نحن نصل الرحم في أوقات الفراغ، وأيضا يعلموا الأطفال هذا الشيء الرائع هو عشان يستمر صحيح. إلى الأمام. هو واجب علينا مو بس في أوقات الفراغ، يعني نجعل من هذا الشيء مثل الفراغ، مثل الصلاة، مثل الصلاة ومثل الصيام. أيضا صلة الأرحام تعتبر فرض من الفريضة على كل المسلمين. ودائما الأطفال إذا شافوا أهلهم دائما يعني يروحوا عند أهاليهم ويزوروهم، دائما الطفل راح يتعود على هذا الشيء، وأيضا هو لما يكبر راح يقلد أهله وراح يزورهم هم وهم كبار. صح يا مجد؟ صحيح بالفعل. ونحن نشكرك يا صديقتي على هذا الشيء الرائع والمبادرة أنك دائما أنت تكوني متواصلة مع أهلك وتزوريهم. طيب يا صديقتي، إيش رأيك نروح لشموخ؟ صديقتي وين رحتي؟ نعم. إيش رأيك نروح لشموخ؟ نروح؟ نعم. يلا نروح نشوف شموخ وإيش مجهزتنا. شموخ كذي مجهز لنا أكثر من معلم من المعالم الموجودة في عمان، وتقول لك ذكرنا أن الشيخ درويش بن جمعة المحروقي رحمه الله نشأ في ولاية أدم، فما الصورة التي تشير إلى ولاية أدم أو معلم من معالم هذه الولاية؟ يلا يا صديقتي، عندك ست صور. ثلاثة. رقم ثلاثة، ايش موجود في رقم ثلاثة؟ ها يا صديقتي. حصن. حصن ايش اسمه؟ باسم الولاية. حصن أدم. أكيد يا صديقتي. بارك الله فيك يا صديقتي، ومبروك عليك 50 ريال عماني. أصفق لها. نشكر صديقتنا بيان على المكالمة، نكمل مواهبنا. يلا نروح لصديقنا الأزور، تعطونا أقل الصوت، توصل لي يا أصايل بس بعد إذنك. الأزور. تمام، نروح للأزور. كيف حالك يا الأزور؟ بخير. بأي صف أنت يا الأزور؟ صف الخامس. إيش مواهبك يا الأزور؟ حفظ القرآن. حفظ القرآن، وإيش محضر لنا اليوم؟ نشيد. نشيد؟ وتحفظ القرآن بعد؟ إيش حفظت من الأجزاء؟ حفظت جزء عمه ولا بعدك؟ جزء عمه. جزء عمه بس، وشاركت في مسابقة؟ في مسابقات وايد تطرح في المدارس، صحيح الأزوار؟ شاركت في مسابقة؟ لا. لا؟ إن شاء الله تشارك في الأيام القادمة يا الأزوار. تمام، إيش النشيد اللي محضرنا إياه؟ إيش اسمه؟ نشيد النبي صلى الله عليه وسلم. نشيد النبي صلى الله عليه وسلم، تروح هناك؟ تروح هناك يلا؟ يلا يا الأزوار، تخلينا أقل الصوت مكانه وتروح هناك. شكرا يا الأزوار، يلا تفضل. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي
نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاية حراءة تألق يبكي يسأل الخالق خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. شكرا لك يا الأزور، واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. وحلو أن احنا نتغنى بهذه الأناشيد الدينية والجميلة. يستحل تحية حلوة، يلا حيوها. يستاهل هذه التحية الحلوة والجميلة. والأزور عندك نشيد ثاني حافظنا؟ ما في، بس هذا النشيد تمام. شكرا لك يا الأزور. ناخذ مكالمة الحين؟ ناخذ مكالمة ثانية ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، من معنا؟ ريناد خالد الزجاري. هلا بك يا ريناد، من وين تكلمينا؟ من ولاية السويق. هلا بك يا ريناد، كيف عندك معلومة يا ريناد عن شخصية الحلقة؟ لا. طيب ايش اسم الشخصية؟ درويش المحروقي. درويش بن جمعة المحروقي. كيف يا ريناد، نروح نشوف شموخ ولا لا؟ نروح. طيب نحن دائما نروح نشوف شموخ وتعطينا لغز وفي معلومة، ايش استفدتي من هذه الألغاز اللي تقدم لنا يا صديقتنا شموخ؟ تعرفتي على ايش؟ اكيد تعرفنا على معلومات، صح يا صديقتي؟ عن الكتب. نعم احسنتي، عن الكتب، عن الشخصيات، وايضا بعض الحصون والقلاع الموجودة في عمان، صحيح؟ نعم. طيب الحين نروح نشوف شموخ. خلاص نروح؟ نعم. يلا نروح. والحين شموخ راكبة القطار ومجهزت لك كذي بعض الولايات، ومنها ولاية صور، خصب، البريمي وأدم. سؤالك يقول ما الكلمة أو ما الولاية المرتبطة بشخصية الحلقة؟ أدم. أدم؟ ليش اخترتي أدم؟ أدم في أي محافظة؟ محافظة الداخلية. وصور أي محافظة؟ الشرقية. جنوب الشرقية. ونحن وأدم معانا اللي اخترتيها عشان إن نشأ في هذه الولاية، صح؟ صح. وكيف الإجابة، خلاص صح ولا غلط؟ أنت قولي لي صح ولا غلط؟ الإجابة؟ صح. إجابة صحيحة، ونسمع لها تحية. شكرا لك يا صديقتي، مبروك عليك 50 ريال عماني، ونحن نتمنى لجميع أصدقائنا كل الحظ وكل التوفيق. حلو. حكامة خصب يا أمجاد من محافظة مسندم، صح؟ صحيحة يا أصايل، بالفعل إجابتك صحيحة، والبريمي أكيد في محافظة البريمي. أكمل عليك يعني. تمام، نكمل طبعا المواهب الموجودة معانا. أنا أشوف هناك قصص، من صاحبة القصص أنتِ؟ يلا يا المي نروح نشوف القصص. المي اليوم جايبت لنا عصافير وجايبت لنا بعد قصص. يلا يا المي، عندك الحين كذا مجموعة من القصص أو مكتوبة عليها حكايات عالمية، متى بديتي أنك تقرأي القصص وتحبي دائما تقرأيها؟ يوم كنت صف ثاني. يوم كنت صف الثاني، وانت الحين في الصف الرابع، يعني نقول سنتين كذا؟ نعم تقريبا. تمام، ايش من القصص اللي دائما تحب انك تقرايها يا المي؟ شوفي على الكاميرا هنا. الجنه اجمل. الجنه اجمل، وايش بعد؟ قصه برونزل. اها، والحين طبعا تقريبا في تاريخ 24 يبدا ايش؟ معرض الكتاب، صحيح؟ نعم. بتزوري معرض الكتاب؟ ان شاء الله. بتشتري منه قصص جميله وحلوه؟ ان شاء الله. بس اهم شيء ان احنا نشتري هذه القصص ونقراها، ما نخليها في ارفف المنزل، صحيح؟ نعم. انزين، ايش من القصص اللي جايبت لنا اياهم اليوم يا المي؟ الجنه اجمل. الجنه اجمل، عن ايش تتحدث؟ تتحدث
تتحدث عن الجنة إن الجنة ما في مكان أحلى عنها وإن الجنة هي أي شيء تبوا تسويه يستوي لكم والقصور اللي في الجنة مبنيات من ذهب وفضة. حلو، إنزين تقرأين لنا جزء منها، شوقتينا إن إحنا نقرأ هذه القصة. نعم يلا تفضلي. حتى أحمد ومريم وشما من المدرسة فرحين وهم ينادوا: أمي أبي لقد نجحنا بتفوقا. استقبلتهم الأم بفرح وسرور وقال الأب: مبارك مبارك يا أبنائي. قالت مريم: أنا الأولى على صفي. وقالت شما: وأنا الثانية على صفي. وقال أحمد: وأنا الثالث الثاني على صفي. ردت الأم: الحمد لله الحمد لله يا أحبابي، هذه نعمة من الله وأنتم تستحقون جائزة قيمة على جهدكم ومثابرتكم في دراستي. سأل الأطفال بحماسة: ما هي يا أمي ما هي؟ قال الأب: جائزتكم رحلة إلى مدينة العجائب. صفقت شما بحماس وصاحت: شكرا يا أبي، كم سمعت عنها من الأطفال وتمنيت أن أزورها. وقالت مريم: وأنا رأيت صورها في بعض المجلات فأعجبتني كثيرا. ردت الأم: سنحقق أمنيتكم يا أبنائي إن شاء الله تعالى. سأل الأطفال: متى يا أبي؟ أجاب الأب: غدا بإذن الله. حلو، طبعا عشان الوقت احنا ما راح نكملها، ولكن ما شاء الله قصة جميلة. هذه قصصك؟ نعم. انزين اول شيء قبل لا ننتقل، عندي قصص ثانية في البيت. عندي قصص ثانية في البيت؟ نعم، وملخصتها. وملخصتها. انزين ايش تستفيد من هذه القصة اللي قرأتي لنا جزء منها؟ نستفيد ان كانوا يعني هذيلا لازم نحن نكون دائما مجتهدين في دراستنا، حتى لو ما بيعطونا جائزة بس لازم نكون مجتهدين عشان نكون ان شاء الله نحقق اهدافنا. ان نكون مجتهدين لانفسنا ما بس لجائزة، يعني مثلا يقولوا لي اذا جبتي كذا مثلا تفوقتي على الصف انا راح اعطيك جائزة. نعم. احنا لازم نتفوق لانفسنا عشان نحقق طموحاتنا ونحقق اهدافنا. نعم. شكرا لك يا المي، سمعت حية اخرى للمي. حي المي، حيوها. انزين وين رفيدة؟ نروح لرفيدة. تعالي رفيدة. رفيدة انت الحين قلتينا كذا قصة جميلة وحلوة، عندك قصة ثانية؟ ها؟ لا. ايش عندك؟ نشيد. عندك نشيد؟ محضرتنا نشيد. بتروحي هناك تقولي ولا تقولي هنا؟ وين حابة تقولي؟ هنا. هناك؟ يلا هنا حابة تقولها. هنا هي زي خلاص روحي هناك احسن. زين شاطرة؟ يلا روحي هناك. انا يا حابه ان تقولها هنا. تفضلي يا صديقتنا رفيده. علم بلادي علم بلادي باهي المنظر، ابيض احمر ثم الاخضر، الابيض امن وامان سلم كالبدر اذا ازهر، والاحمر نار تحرق من ضمر حقدا ويريد الشر، في الأخضر أرض غناء خصب يكسو لون أنور، يا وهناك شعار في الجانب يا ولدي سيفان وخنجر، هذا بلدي هذا علمي حبي لهما دوما يكبر، ستظل عمان بنا دوما وبقائدها حق نفخر وبقائدها حقا نفخر وبقائدها حقا نفخر. أكيد نفخر بهذا القائد المعطى ونفخر ببابا قابوس على عطائه وفضله لعمان. اسمع تحية لك. يلا نطلع فاصل. يلا فاصل صغير ولنا عودة، خلوكم معانا ولا تروح بعيد. سلام ناطر نبعثه لكم أعزائي المشاهدين أصدقائي الأطفال أينما كنتم، ونحييكم بأجمل تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فقرة شخصية الحلقة. أصدقائي، شخصيتنا لهذا اليوم هو فقيه وقاضي من ولاية أدم بمحافظة الداخلية، إنه الشيخ العلامة درويش بن جمعة المحروقي. تعلم على يد
صالح بن سعيد الزاملي ومسعود بن رمضان النبهاني. وقد تولى منصب الولاية والقضاء في ولاية أدب زمن الإمام ناصر بن مرشد وسلطان بن سيف. من أشهر مؤلفات الشيخ درويش بن جمعاء المحروقي يا أصدقائي هو كتاب التلائل في اللوازم والوسائل، وكتاب جامع التبيان الجامع للأحكام والأديان، ويتضمن مسائلا في الفقه والعبادات. وله كذلك أعزائي كتاب الدرر الفاخرة في كشف علوم الآخرة، وكتاب الفكر والاعتبار وهو في مجال الوعظ والحكمة. هؤلاء هم علماء عمان الذين ضربوا أروع الأمثلة في الاجتهاد وطلب العلم، وأسهموا في المسيرة العلمية لهذا البلد العريق. وإلى اللقاء. عدنا لكم من بعد هالفاصل، وذكركم انك حد حاب انه يشارك معنا داخل الاستوديو اتصل على الرقم 24943178. طبعا الاتصال فقط اثناء الدوام الرسمي، يعني عندكم من يوم الاحد حتى يوم الخميس. والرقم ظاهر معاكم على الشاشه اسفل الشاشه، كل حد حاب انه يشارك معنا داخل الاستوديو ما عليه غير انه يتواصل معنا، وذكركم طبعا اثناء فتره الدوام الرسمي. الحين نروح لنور. نور محضرت لنا كذا قصيدة حلوة وجميلة، صح يا نور؟ صحيح؟ نروح هناك؟ يلا، نروح هناك يا نور، تعطيني أقل الصوت بس، تفضل يا نور، يلا. نور، بداية أول شيء رفعي المايك شوية، رفعي هذاك، أيوة. من وين أنت يا نور؟ منصور، من العفية جايتنا، تدرسي بأي مدرسة؟ متحدة. مدرسة المتحدة، أهلاً وسهلاً فيكي، وأهلاً وسهلاً بكل أهالي العفية. يلا نرفع الميكروفون بس. انزين نور، نور سمعيني؟ ايوه. انزين يا نور، تمام، احنا طبعا نرحب فيك يا نور، وان شاء الله كذا بعد شويه راح تقول لنا قصيده. طبعا ما شاء الله تشوفي يا اصايل هم جايبين من مختلف مناطق السلطنه، منصور، من صحة، من كل المحافظات وكل الولايات. احنا نرحب فيهم، وكل حد حاب انه يشارك معانا اول شيء لازم يمتلك موهبه جميله وحلوه. طبعا ما شاء الله احنا نعرف انه اطفال عمان عندهم مواهب الرسم، الانشاد، ومختلف المواهب الجميله والمبهره. واذا حاب انهم يشاركوا معانا مثل ما قلنا يتواصلوا معنا على الأرقام. يلا يا نور عندك المايك وقول لنا قصيدتنا. وطني أحبك لا بديل، أتريد من قولي دليل؟ سيظل حبك في فمي، لا لن أحيد ولن أميل. سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل. حب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن عمل ثقيل. ودليل حبي يا بلادي سيشهد به الزمن الطويل. فأنا أجاهد صابرا لأحقق الهدف النبيل. عمري سأعمل مخلصا يعطي ولن أصبح بخيل. وطني يا مأوى الطفولة علمتني الخلق الأصيل. قسما بمن فطر السماء ألا أفرط بالجميل. فأنا السلاح المنفجر في وجه حاقد أو عميل. سأكون سيفا قاطعا، فأنا الشجاع لا ذليل. عهد علي يا وطن، نذر علي يا جليل. سأكون ناصحا مؤتمن لكل من عاشق الرحيل. الله، تحية لك يا نور، نسمع تحية لها. نور أعطيك ناقل الصوت شوية. نور، إيش اللبس اللي لابستنا؟ إيش يسموه؟ صوري. اللبس الصوري حلو، ألوانه حلوة وجميلة ومعروفة، صحيح؟ يعني كل حد يعرف اللبس الصوري، صح؟ صح يا نور؟ تحبي تلبسي بعد ملابس عمانية مختلفة من المحافظات؟ أيوة. حلو،
تمام. طبعا احنا بالنسبه لي اللي شاركونا يعني ما شرط انهم يلبسوا اللبس العماني، انا هني ايوه ما شرط انهم يلبسوا اللبس العماني، ولكن يعني اللي حاب انه يلبس لبس حلو وجميل طبعا ما عليه. وحلو احنا اكيد نلبس ملابس العمانيه، وانا واجد يعجبني اللبس الصوري والملابس كذا الحلوه والجميله، خصوصا اللي يلبسوها الاولاد مثل الخنجر والسباعيه وغيرها من الملابس الجميله والحلوه. صحيح يا أمجاد، وبما أن تكلمنا عن الملابس يعني الأزياء العمانية الرائعة، دائما نحن ننصح أصدقائنا الصغار أنهم يلتزموا بهذه الملابس لأنها تراث عماني ويجب المحافظة على التراث العماني. أما الحين يا أمجاد، بس بغيت أكد على أصدقائي المعلومات اللي أعطيتهم بداية الحلقة، أن شخصيتنا لليوم هي عبارة عن فقيه، وهو أيضا إمام وأيضا أصبح قاضي في زمن الإمام ناصر بن مرشد سلطان بن سيف. وأيضا نحن ذكرنا في بداية الحلقة إنه نشأ في ولاية أدم اللي هي في محافظة الداخلية. صحيح بالفعل، طبعا هذه الشخصية العمانية المعروفة احنا تناولناها اليوم خلال ساعة ونصف من الزمن، قدمنا لكم كذا معلومات مختلفة عنها وتحدثنا أكثر عن هذه الشخصية الجميلة. أكيد نتمنى ان احنا يعني وصلنا لكم هذه المعلومة الحلوة والرائعة، وللتأكيد على هذه المعلومات نروح لوين؟ يا صديقنا الأزور صح؟ لا ما الأزور، تمام، هو عنده محضر لنا بس كذا معلومات عن الشخصية، مؤلفات الشخصية. حلو، نروح له، تعطونا أقل الصوت، يلا تعال يا شاطر، يلا انت مكانك ما عليه، تقول لنا معلوماتك، تروح هناك مكانك وتقول لنا المعلومات اللي محضر لنا إياها عن شخصية اليوم، تفضل. التبيان الجامع للأحكام والأديان، الفكر والاعتبار، الدلائل على اللوازم والوسائل، الدرر الفاخرة في كشف علوم الآخرة، رسالة إلى أهل نزوى في تكبيرة الإحرام. حلو، هذه هي مؤلفات شخصية اليوم صحيح؟ صحيح. أشكرك يا صديقنا، ونروح للمة. لمة محضرت لنا نشيد صحيح لمة؟ يلا نروح هناك لمة، يلا يا لمة. يلا يا لمة، المايك كبر عنك ما علي يا لمة، تفضلي. أنا عماني، ولي أصلا عماني، لا أحش عمهان، وسوم الروح لبلادي، وأقول الروح تفديها، ولي أفخر مدى مني عماني، وهي بلاد عمان، فديت عمان واهل عمان، والله حيل اغويها، تربت في حضن حضرة قلالة سيد السلطان، قسم بالله يا مولاي، انت اللي محليها، فواقب انحني يا سيدي لك واقب وعرفان، وادعي ربي العالي حفظك ضد عاديها، فانت مدرسة للعلم والتخطيط والايمان، حماك الله يا ملة غدا العمان حاميها، وسلامك. صح لسانك يا لمة، ونسمع تحية لنا صفقها. شكرا لك يا لمة. وطبعا معانا كذا نشيد ثاني محضرت لنا يا دانا، صح دانا عندك نشيد على السريع تقول لنا اياه بس عشان وقت البرنامج، تفضلي يا دانا. يلا يا دانا، ايوه رفعي المايك، رفعي يا دانا، يلا تفضلي. مجد القلم، المجد مجدك يا قلم، انت اللسان لدى الامم، تبدو لنا عند المدارس والمعاهد كالعلم، ما زلت اذكر حين ناولني ابي هذا القلم، وبدات اكتب احرفا تنثال عندي كالديم، لله كيف سعادتي اذ لاح سطري بالعدم، اقرا بكل مدارسي وطني يعلمنا القيم، اقرا طريقا صاعدي ارقى بنا نحو القمم.
شكرا لك وصح لسانك يا دانا. نشكر دانا على قصيدتها الحيويه الجميله. وايضا نشكركم انتم اعزائي المشاهدين وكل من يتابعنا طبعا عبر شاشه تلفزيون سلطنه عمان. برنامج ان شاء الله راح يطلع عليكم الاسبوع القادم من يوم الجمعه والسبت من الساعه 9:30 وحتى الساعه 11:00 صباحا. اتمنى انكم قضيتوا معنا وقت حلو ورائع، ونشكر جميع من شارك معنا. الى ان نلتقي بكم في الاسبوع القادم، دمتم بحفظ الله ورعايته، والى اللقاء. أيضا أصدقائي لا ننسى الشكر لجميع المدارس التي شاركت معنا وأيضا ساهمت في إخراج هذه الجملة الرائعة من الأطفال المبدعين. شكرا لكم أصدقائي على متابعتكم لنا. هذه الأوقات الجميلة دائما تنقضي بسرعة، ولكن أصدقائي لنا موعد قادم بإذن الله في الأسبوع القادم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصورة تعرف.